طائرة الكنظير تحلق فوق المجال الجوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهود فرق مكافحة النيران متواصلة بأقاليم تطوان وزان شفشاون والعرائش المتضررة الأكبر من موجة الحرائق التي تجتاح المملكة، حيث تكثف التدخلات البرية والجوية لمواجهة الحريق الغابوي المندلع على مستوى غابة بني السف آل سريف المتواجدة بالمجال الترابي لجماعتي سوق القلة وبوجد. السيطرة على الحريق بلغت نسبا مهمة. الجهود لا زالت متضافرة على المستوى الوطني. كيف كتعلموا كانت هناك يعني 6 حرائق من الحجم المتوسط إلى الكبير في ربوع المملكة. فلحدود الساعة واليوم إن شاء الله تمت السيطرة على 3 حرائق. الحريق الأول هو اللي كان في تازة في تهلة، والحريق الثاني هو اللي كان في ساحل المنزلة في العرائش، وكذلك الحريق الثالث هو اللي كان في وزان اللي تم تحويط ديالهم بصفة نهائية. لا زالت هناك 3 يعني حرائق دابا متزامنة، في واحد كاين هنا في القلة، وكاين واحد في شاشة السيفت في شفشاون، وكاين واحد في تطوان. الأكبر ديال الحرائق هو هذا اللي كاين في القلة اللي في متواجد فيه ما يناهز 2000 عنصر يتدخلون على المستوى البري وعلى المستوى الجوي، يعني مؤازرين كذلك بالسكان المحليين. هناك 5 طائرات من نوع الكنادير ديال القوات الملكية الجوية اللي كتباشر الطلعات ديالها في هذا المكان، مرفوقين بأربع طائرات ديال الدرك الملكي هنا وأربع طائرات كذلك في تطوان. لا أحد يمكنه التكهن بموعد السيطرة الكاملة على الحرائق في ظل تغير الظروف الطبيعية ووعورة تضاريس جهة طنجة تطوان الحسيمة. الحمد لله جميع الأخطار أزيلت على المنازل، على الدواوير ديال الناس، والناس والأهالي بدوا كيرجعوا للبيوت ديالهم والدشورة ديالهم، وهذا واحد المعطى أساسي اللي كان ما بين الأولويات ديال التدخلات، هي حماية الأرواح ديال الناس، حماية المتدخلين، حماية الساكنة المحلية وكذلك الممتلكات ديالهم. عادة كنشوفوا في الأولوية الثالثة عادة كتجي الغابة. الحمد لله نتمنى الله سبحانه وتعالى على أنه في الساعات القادمة على أننا نزيد ونحرزوا، يعني يكون واحد المعدل أكثر في هذا 3 حرائق اللي بقاو لينا، يكون واحد المعدل ديال التحويط ديالهم من هنا ان شاء الله قبل غروب الشمس نوصلوا لواحد 80% ان شاء الله. جدير بالذكر ان الحريق الكبير الذي عرفه اقليم العرائش اتى على حوالي 5300 هكتار، وبالموازاة قامت السلطات المحلية بتأمين نقل 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا بعيدا عن أماكن الخطر. أما فيما يخص الخسائر المادية الأخرى فقد طالت النيران 169 مسكنا.